يعني مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، لجنة مدرسة أم الأبطال الثانوية بنات شهدت يعني إصابة لإحدى طالبات الثانوية العامة بمغص كلوي أثناء أداء امتحان الكيمياء. جميع أولياء الأمور خارج اللجنة الامتحانية في حالة من القلق فور علمهم بإصابة إحدى الطالبات أثناء أداء الامتحان بمغص كلوي، ورئيس اللجنة قام بدوره باستدعاء الطبيب المختص للإطمئنان على حالة الطالبة داخل اللجنة الامتحانية. اسكتي عشان هي تسكت يا ابو حبيب. حالة البكاء والقلق على أولياء من أولياء الأمور على بناتهم.